بنرحب بحضراتكم مرة تانية. كابتن عبد الظاهر متفق مع الانطباع اللي اتكلم عنه كابتن احمد سامي، او التحفظ اللي قاله كابتن احمد سامي على فكرة فادي فريد ان هو راح شاط الكورة على الرغم من انه رقم اتنين مش رقم واحد، وان رقم واحد هو عمرو قلاوة؟ طبعا اتفق معاه جدا، لان انا شخصيا بحب الالتزام وبحب السيستم اللي يكون موجود، وان انت في حاجة فنية بتطبق لازم تتحول لإدارية وعقوبة. ايوه انت جبتها صح. اولا توقيت المباراه، ان انت في ثالث مباراه، فانت كمدير فني وكاداره انت عايز تحط سيستم للفرقه. دلوقتي انت اخدت الكوره ولعبتها جميل جدا، خلاص تمام، انت حاسس ان انت فايق، عايز تقوم نفسك، انت راجل جبت جون وعملت بنالت في الماتش الثاني، وبعدين الماتش الثالث عايز تحط في هدف، يعني عايز تجيب جونين وبنالتي، فانت ماشي كويس، حقك 100% حقك، بس يكون خارج ان انت تتبع السيستم اللي موجود. طيب. ان اولا الفرقه جاي فيها لعيبه جديده، وده لا ينكر ان يعني خالص. ان احنا بنتكلم على فادي فريد كواحد من نجوم سموحه، وحتى كابتن احمد سامي قال كده، قال هو ماشي زي الفل. ليه احنا بنحسب العقوبه انها ان حاجه وحشه؟ العقوبه حاجه كويسه، انت بتحافظ على النظام بس مش اكتر اقل، لكن ممكن العبه الماتش اللي جاي. يعني ممكن يبدا برضو الماتش اللي جاي اللي هو اساسي، ما فيش مشكله خالص، لكن طالما حطيت حاجه كمدير فني لازم تعاقب عليها لو حد خرج بره النص، وده شيء مهم جدا، وده ما ينقص من اي حد تاني. صحيح. لان انا اخترت رقم واحد على اي اساس؟ انا كمدير فني شفت في التمرين ان الراجل ده نسبه نجاحه في ضربه الجزاء اعلى من فادي فريد، وعلى فكره ممكن رقم واحد يضيع اصلا، مفيش برضه مشكله. ايه المشكله؟ تمام، لكن في سيستم. طيب. في تعليمات اتقالت قبل المباراه تتنفس، تنفس على الكل، تتنفس من اول كابتن الفرقه لحد اصغر واحد. طيب. ده اللي بيعمل شخصيه الفرقه.